الدافع هو الحب. يعني ما يمكنش، يعني جو بونس با كو غتكون شي دافع اخر من غير الحب. يعني هو يعني ما كنظنش اي واحد فينا كيعيش قصه حب. كنظن اي واحد فينا كيعيش قصه حب. ولا شونسون يعني غنيتها باحساس وغنيتها بواحد بون. انا كتبتها ولحنتها، التوزيع ديال كريم سلاوي، درنا ليها الكليب اللي الحمد لله عجب الناس بزاف، صورته مع انور المير، المخرج انور المير، والحمد لله. يعني لا شونسون كيف ما حسيت بها وكيف ما غنيتها بتلقائيه بواحد الطريقه زوينه قاست الناس وعجبات الجمهور. وهذا هو اللي كان كنت بغيت تكون صريحه كيف ما انا حسيت بها، الناس بغيتهم يحسوا بها. والحمد لله جو بونس كو راني توفقت. وعندي صراحه جو بريبار ان اوتر سينجل ان شاء الله، كليب عاوتاني اللي بور لا رونتري ان شاء الله، باسكو دابا لا شونس ولا خرجت اويا دي 4 سيمين، مازال باقي الحال. مي جو سوي ديجا اون بريباراسيون بور لو بروشان تيتر اللي هو في هذا النيت، في نفس التوجه ولكن بواحد لا توش جديده اللي مختلفه شويه على مغرم. وان شاء الله نتمنى يعجب الناس عاوتاني ويكون يكون اقبال كيف ما لقات المغرم.